السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما شرحنا في الحصة الماضية الفقرة الأولى من درس المثلث القائم الزاوية والدائرة تريونغل ريكتانغل اي سيرك للسنة الثانية إعدادية عربية أو فرنسية، في هذه الحصة إن شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا ونبسطوا الفقرة الثانية من هذا الدرس، كيتعلق الأمر هنا بمبرهنة فيثاغورس اللي كتعتبر بين أهم المبرهنات اللي عندكم في السلك الإعدادي. غنتعرفوا عليها وغادي نشرحوها مزيان بالإضافة إلى تطبيق توضيحي ليها. كما غادي نشوفوا في الفقرة الثانية الكوسينوس ديال واحد الزاوية حادة غنتعرفوا عليه وغنشوفوا أمثلة توضيحية ديال كيفاش كيتم الحساب ديالو. وكالعادة أي سؤال أي ملاحظة يمكن لكم توضعها في التعليق أسفل، وغادي نبداو على بركة الله ونمشيو الفقرة الثانية اللي قلنا غادي نشرحوا فيها مبرهنة فيثاغورس تيوغم دي بيتاغو. وقبل ما نشوفوا نص ديال المبرهنة نخليكم مع هذا الفيديو التوضيحي. قديما كانوا المصريين تياخذوا واحد الحبل وتيديروا فيه 13 عقده وتعطيهم واحد المثلث قائم الزاويه بحيث الاطوال الاضلاع ديالو 3 4 و 5 واللي تحتاجوه في الحياه اليوميه ديالهم، مثلا في تقسيم الاراضي الزراعيه الى حقول مستطيله الشكل الى غير ذلك. الوغ فيثاغورس شنو دار؟ خدا هذا المثلث ديال المصريين وحاول يلقى ليه تفسير رياضي بحيث لقى واحد العلاقه تساوي بين مربع ديال الوتر مع مجموع مربعي ديال الأضلاع الأخرى، يعني خدا 3 أس 2 مثلا في هذا المثلث ديال المصريين وزاد عليه 4 أس 2 وعطاه تيساوي فعلا 5 أس 2. ونخليكم مع النص ديال المبرهنة. ألوغ بالنسبة للنص ديال المبرهنة، سي أن تريونغل إي ريكتانغل، إلا كان واحد المثلث قائم الزاوية، دونك هذا شرط أساسي في مبرهنة فيثاغورس، ضروري يكون هذاك المثلث قائم الزاوية. ألوغ لو كاري دو لا لونغور دو ليبوتينوز، اذا المربع ديال الطول ديال الوتر، الوتر هو اكبر ضلع في المثلث، الا درنا ليه اس 2 هي شنو تيساوي؟ ايتيغال على سوم دي كاري دي لونغور دي دو زوتخو كوتي، اذا تيساوي المجموع ديال مربعي الاضلاع الاخرى. مزيان ناخذ هذا المثال هذا، دونك ا بي سي مثلث قائم الزاويه في النقطه ا، اذا بالنسبه لبي سي هو الوتر ديالو، تتعرفوا الوتر هو الضلع اللي كيتقابل مع الزاويه القائمه، اذا في هذه الحاله بي سي هو الوتر ديال هذا المثلث. دونك بالنسبه لمبرهنه فيثاغورس اللي طبقنا على المثلث اشنو غيعطينا؟ غيعطينا بي سي اس 2، يعني الطول ديال الوتر اس 2، شتيه لو كاري دو لا لونغور دو ليبوتينوز، يعني ليبوتينوز هنا هو بي سي، الا درنا ليه اس 2 هذا الضلع هذا، الا درنا ليه اس 2 فغادي نلقى تيساوي طول ديال هاد ا بي اس 2 وغادي نزيد عليه ديال ا سي اس 2، صافي، يعني الطول ديال هاد الضلع اللي هو كبير الا درنا ليه اس 2 غيعطينا الاطوال ديال هاد الصغار هادو ولكن نديروا ليهم اس 2، صافي. هاد اس 2 هادي ما عمركم تنساوها. دونك الا خدينا مثلا داك المثال ديال المصريين راه 3 اس 2 الا زدني عليها 4 اس 2 راه غتعطينا 5 اس 2، علاش؟ لان 3 اس 2 هي 9 و 4 اس 2 هي 16 وراه 9 الا زدنا عليها 16 هي 25، وهي نفس النتيجه الا درنا هنا 5 اس 2، 5 اس 2 كذلك هي 25. نتمنوا تفهموا هذه المساله الشباب. دونك هذا مثلا الا بغينا الوتر، يعني اكبر ضلع في المثلث، الا بغينا مثلا واحد في هاد الصغار هادو، مثلا بغيت ابي، دونك ابي اس 2 شنو كيساوي؟ تيساوي هاد الكبير اس 2 ناقص هاد الصغير اس 2، صافي. دونك انت الا بغيتي الوتر راه كتجمع هاد الصغار هادو، صافي، كتجمع كدير هذا زائد هذا الا بغيتي الكبير، الا بغيتي بي سي اس 2 كدير هنايا زائد، اما الا بغيتي واحد الصغير في هاد الجوج هذا راه تدير هنايا ناقص، اذا انت دير ا بي اس 2 مثلا تيساوي بي سي اس 2 ناقص ا سي اس 2، كذلك مثلا الا بغينا ا سي اس 2 فتيعطينا الوتر اس 2 ناقص الضلع الاخر اللي هو ا بي اس 2. بطبيعه الحال هاد المتساويات كلها فتنحتاجوها باش نحسبوا طول ديال شي ضلع، وبطبيعه الحال بالنسبه للمبرهنه ديال فيثاغورس فتنحتاجوها الى بغينا نحسبوا الطول ديال شي ضلع. تيعطيكم واحد المثلث قائم الزاويه، تيعطيكم جوج ديال الاضلاع وتيقول لك حسب لي الطول ديال الضلع الثالث. مزيان، وغادي نخليكم كذلك باش تزيدوا تفهموا هاد المبرهنه هذه مع هاد الفيديو اللي تيشرح واحد التطبيق في الارض الواقع ديال هاد المبرهنه هذه. ها انتم الشباب الا كتلاحظوا هاد المثلث الاصفر، الا خديتي اطوال ديال هادوك جوج ديال الاضلاع الصغار فيه ودرتي ليهم اس 2 فراغ غيعطيك المساحه
ديال هادوك جوج المربعات الصغار اللي الا خويناهم بجوج في المربع الكبير غيكونوا مقادين معاه. وهذا المربع الكبير راه الطول الضلع ديالو هو طول ديال الوتر وديال هذاك المثلث، بمعنى الوتر والاستثنان راه تيساوي مجموع ديال الاضلاع الاخرين الا درتي لهم استثنان واستثنان. نتمنوا تفهموا هاد المباراه هنا الشباب. ودابا غادي ندوزو للتطبيق ديالها. الوغ نمشيو للتطبيق وناخذوا هاد التمرين. عندنا واحد المثلث ا بي سي، واحد المثلث قائم الزاويه في النقطه ا، بحيث الطول ديال الضلع ا بي فيه 6 وطول ديال الضلع ا سي فيه 8. اذا المطلوب هو اننا نحسبوا الطول ديال الضلع بي سي. دائما فاش تعطيكم شي نص ديال التمرين بحال هكا يستحسن انك دير واحد مثلث ولا واحد الشكل توضيحي لهاد المعطيات. اذا عندنا واحد المثلث قلنا قائم الزاويه في النقطه ا، طول ديال الضلع ا بي فيه 6 وطول ديال الضلع ا سي فيه 8. اذا اشنو هو المطلوب؟ هو انك تحسب الطول ديال الضلع بي سي. اول حاجه كدير كتشوف بعدا هذا الطول ولا هذا الضلع هذا اشنو تيمثل بالنسبه لهذا المثلث. الا كان كبير راه قلنا شنو هي العلاقه اللي كنستعملوا، الا كان صغير كذلك قلنا العلاقه اللي كنستعملوا. اذا في هذه الحاله هو الوتر، هو الضلع الكبير في المثلث، هو الضلع اللي كيتقابل مع الزاويه القائمه. اذا العلاقه اللي كنستعملوا هي الجمعيه زائد. اذا اول حاجه كندير هي اولا الشرط. اذا عندنا تنقول عندي المثلث ا بي سي اي ترينغل ريكتانغل اون ا، يعني مثلث ا بي سي مثلث قائم الزاويه في النقطه ا، والشرط راه ضروري انك ديرو مزيان الشباب. دونك من بعد ما كدير الشرط اللي تيخليك انك تطبق مباراه فيثاغورس كدير الوغ دابخي لو تيوريم دو بيثاغور، اذا حسب مباراه فيثاغورس فان، وتدير هاد العلاقه. اذا كنا حنا تنقلبوا على الوتر، اذا غادي نديروا زائد. الا كنتي كتقلب على الكبير فراه كتجمع هاد الصغار هادو صافي. ومن بعد شنو غادي نديروا؟ تتعوض وتتحسب وتتلقى القيمه ديال بي سي. فقط ما تنساوش هاد الاستثنان هادي لان راه تتنساوها بزاف. دونك هنا بالنسبه لابي غادي نعوضوه بالقيمه ديالو اللي هي 6، اذا غادي ندير 6 استثنان. الاخر اسي عندنا فيه 8 استثنان كنحسب. دونك 6 استثنان غتعطينا 36، 8 استثنان هي 8 ضرب 8 اللي هي 64، والا جمعنا هادو غادي نلقاو 100. هنا اشنو اللي تيساوي 100؟ بي سي والاستثنان. وحنا شنو بغينا؟ بغينا فقط بي سي، يعني ما بغيناش هذاك الاستثنان اللي عندنا هنا. دونك اشنو غادي نديرو باش نحيدو هاد الاستثنان؟ كندير واحد المساله اخرى اللي سميتها الجذر، غاسين غاسين كاري الجذر المربع ديال هاد 100 هذا صافي. الا تنطلعوا الفوق تنديروا الاستثنان، وإلا بغينا نديروا العكس فتنديروا الجذر. اذا باش نحيد هاد الاستثنان هذا تندير لهذا العدد هذا تندير ليه الجذر صافي، راه عندكم في اله حاسبه. وفاش كدير الجذر ديال هاد 100 نتاع علاش كتقلب؟ كتقلب على شي عدد اللي هو موجب اللي غادي نضرب في نفسه وغيعطي ليا 100. نتمنوا تفهموا مزيان شنو تنقول وغادي نعاود. دونك فاش تدير الجذر ديال هاد 100 هذا انت كتقلب على شي عدد غيكون بطبيعه الحال موجب وصغير على 100، بحيث الا خديتي هذا العدد ضربتيه في نفسه خاصة يعطيك 100. دونك اشنو هو العدد اللي غادي نضرب في نفسه ويعطي ليا 100؟ هو العدد 10 مزيان. بطبيعة الحال راه ما كاينش غير 10، كاين 10 وكاين كذلك ناقص 10، غير هو ما تنديروش ناقص 10، تنديرو فقط 10 اللي هو موجب. علاش ما كنديروش ناقص 10؟ لأن هنا تنهضرو على بي سي، وبي سي طول ديال الضلع، والطول ديال الضلع دائما تيكون موجب، وهي راه شيرنا ليها بين قوسين هنايا، لأن بي سي أكبر من صفر لانه هو مسافه. دونك نتمنوا تفهموا هذه المساله. هذه دائما فاش تتبغي تحيد هاد الاستثنان كدير هاد الجذر صافي، ما ديرش الجذر فقط فهاد السطر هذا اللي تنديروا اللي تنحيدوا فيه الاستثنان تما فين خاصك دير الجذر. دونك هذا بالنسبه للمباراه هنا فيثاغورس. وغادي نمشيو دابا لاخر فقره في هذا الدرس هذا، وهنا كتعلق الامر بالكوسينوس ديال واحد الزاويه حاده. اشنو تنقصد بالكوسينوس ديال الزاويه حاده؟ ولا اولا بعدا الزاويه حاده يعني واحد الزاويه اللي هي محصوره بين صفر حتى 90 درجه مزيان. دونك الكوسينوس ديالها اشنو هو؟ نقراو هذا التعريف هذا، دوزان تريونغل ريكتونغل. اذا هنا عاوتاني كذلك شرط ضروري خاص يكون داك المثلث قائم الزاويه مزيان. الكوسينوس دانونغل ايغو يعني الكوسينوس ديال واحد الزاويه حاده اشنو هو؟ الوكوسيون
de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. إذن هو واحد الخارج ديال الطول ديال الضلع المحادي لهاد الزاوية هادي اللي بغينا نحسبوا الكوسينوس ديالها على طول ديال الوتر. باش تفهموا مزيان ناخذوا هذا المثال كالعاده. دونك ناخذوا هذا المثال المثلث ديال النيط المصريين اللي قلنا الاطوال الاضلاع ديالو 3 4 5. دونك مثلا بغينا نحسبوا الكوسينوس ديال الزاويه بي وفق هذا التعريف هذا. شنو هو الكوسينوس ديال هذه الزاويه هذه؟ هو الخارج ديال طول ديال الضلع المحادي. شنو هو الضلع المحادي لهذه الزاويه هذه؟ هو هذا كيتسمى المحادي حداها على الوتر. الوتر هو هذا صافي. الوتر هو اكبر ضلع في المثلث هو اللي تيكون مقابل مع الزاويه القائمه. اذا فاش غادي نديروا الكوسينوس ديال الزاويه ا بي سي؟ اولا بعدا كيفاش غادي نقراو هذه الزاويه هذه ولا كيفاش غادي نسميوها؟ يا اما تبدا من هذه النقطه تقول ا بي سي ولا دير سي بي ا صافي. اللي اساسي هو الراس ديال هذه الزاويه هو نقطه بي. اذا الكوسينوس ديال ا بي سي والكوسينوس راه ترمزوا ليه بهذا الرمز هذا. الكوسينوس ديال هاد الزاويه هادي اشنا هو؟ تنديروا الضلع ولا الطول ديال الضلع المحادي على طول ديال الوتر. اذا الضلع المحادي هو بي ا والوتر هو بي سي. اذا بي سي دائما تنديروا لتحت هاد الوتر هذا هاد الكبير تنفرشوه لتحت تيكون لتحت وهنا الفوق تنديروا الصغير صافي. بمعنى راه تنخدموا فقط على الاضلاع اللي حدا الزاويه. الصغير تنديروه الفوق والكبير تنديروه لتحت. دونك هذا الكوسينوس راه ساهل ومن بعد راه كتعوض. الوغ بالنسبه للبي ا شحال كيساوي؟ 4. وبالنسبه للبي سي راه تيساوي 5. اذا غادي ندير 4 على 5 وطريقة الحال الا بغيتي تزيد تحسبها حسبها. ما بغيتيش يعني كيف فقط انك تكتب هذا الشيء هذا في الفرض الى غير ذلك. دونك 4 على 5 الا بسطناها ولا حسبناها غادي تعطينا 0.8. وهاد 0.8 بالنسبه للكوسينوس راه دائما الكوسينوس ديال واحد الزاويه حاده دائما غادي تلقى فيه 0. ما عمرو تيفوت واحد. علاش؟ لان انت تاخذ واحد العدد صغير كتقسمو على عدد كبير عليه لان الوتر هو اكبر ضلع في المثلث وتيكون في المقام. الوغ الا خديتي واحد العدد صغير وقسمتي على عدد كبير راه النتيجه دائما ما عمرها غادي تكون فايته واحد صافي. دونك نتمنى تفهموا هاد الشيء هذا. راه الا خديتي واحد العدد صغير وقسمتي على عدد كبير عليه النتيجه دائما كتكون فيها صفر فاصله. بطبيعه الحال عاوتاني هاد الاعداد هادو راه بجوجهم موجبين. اذا النتيجه ما عمرها غتكون نازله على زيرو. ما غاديش تكون النتيجه سالبه لان انت كتعامل مع الاطوال ديال الاضلاع والاطوال ديال الاضلاع راه دائما تكون موجبه. اذا بصفه عامه الكوسينوس تيكون محصور بين صفر وواحد ديال واحد الزاويه اللي هي حاده تيكون بين زيرو وواحد. يعني الى حسبتيه غير خاص يخرج لك 0 فاصله. ما خرجش لك 0 فاصله خرجت لك مثلا شي نتيجه اللي هي كبيره على واحد غالبا غادي تكون غير قلبتي هادو. دونك هذا بالنسبه لهاد الزاويه بي. بنفس الطريقه مثلا الا بغينا نحسبوا الكوسينوس ديال هاد الزاويه هادي سي. اولا بالنسبه للسميه غادي نسميها مثلا ا سي بي. ا سي بي يعني الراس ديالها سي ولا تسميها بي سي ا مزيان. لان هاد التسميه هادي راه تغلطوا فيها الشباب. دونك غير بشويه هاد السي هادي اللي هي اللي تتهمنا خاصها تكون الوسط هي راس ديال الزاويه. اذا الكوسينوس ديالها شنو هو؟ تندير دائما قلنا تنخدموا فقط على اللي حداها صافي. تنخدموا فقط على هذا وهذا اللي حدا اللي تيشكلوا لينا هاد الزاويه هادي. وقلنا الفوق تنديروا فيه الصغير والمقام تنديروا فيه الكبير اللي هو الوتر صافي. اذا غادي ندير سي ا على سي بي. اي سي ا على سي بي طيب بحال بحال سي ا بحال ا سي بحال سي بي بحال بي سي بحال بحال وتتعوض. دونك غادي ندير هي 3 على 5 و 3 على 5 غادي الى حسبناها تعطينا 0.6. ونفس الملاحظه 0.6 يعني ما فايتاش واحد وما نزلاش على 0 يعني نتيجه منطقيه مزيان الشباب. وكل هذا راه غادي نخليكم مع واحد الفيديو تيشرح لينا ان الكوسينوس ديال واحد الزاويه راه تيكون ثابت ما كيتغيرش نهائيا. مثلا هاد الزاويه الا كانت مثلا هي 60 درجه ولا مثلا نقولوا 30 درجه راه سوا حسبتي الكوسينوس ديالها في هاد المثلث او مثلا نفترض الا صغرنا هاد المثلث هذا مثلا هاد ا جبناه لهنا
وهذا السي جبناه لهنايا مثلا يعني خليناه مثلث قائم الزاويه، راه الا درتي الطول ديال هذا الضلع طيب الحال غيكون صغير ديك الساعه ما غاديش يبقى فيه ربعه، وقسمتي على الطول ديال هذا غادي تلقى فيه نفس النتيجه اللي هي 0.8. كذلك الا كبرناه غادي نلقاو فيه نفس النتيجه اللي هي 0.8. دونك نخليكم مع هذا الفيديو هذا. الو كما كتلاحظوا الشباب، الا اعتبرنا هذا المثلث هذا مثلث قائم الزاويه في النقطه ا، بحيث بي ا فيه مثلا 4 بي سي فيه 5، الكوسينوس ديال هذه الزاويه اللي بالاحمر اللي هي ا بي سي غتعطينا هي 4 على 5 اللي كتساوي 0.8. فهاد الكوسينوس هذا راه ما عمرو غيتغير ولو مثلا كبرنا او صغرنا في هذا المثلث هذا، يعني الا كبرنا مثلا هذا الضلع وكبرنا هذا الضلع هذا فراه غادي نلقاو نفس النتيجه. شتي مثلا الا غيرنا هذا المثلث هذا مثلا جبدناه شويه راه غادي نلقاو نفس النتيجه، دائما غتعطينا 0.8. دائما 0.8 الا خديتي هاد 6 هذا وقسمتيه على 7.5 راه غيعطيك 0.8. يعني دائما الكوسينوس ديال واحد الزاويه ما كيتغيرش نهائيا، شريطة بطبيعه الحال اننا نحتافظوا على جوج شروط اللي هما اش هو هاد الزاويه هذه يعني تبقى دائما نفس الزاويه، وهذا المثلث يكون مثلث قائم الزاويه. بطبيعه الحال الطول ديال الضلع المحاجي على الوتر ديال هذيك الزاويه غيعطينا نفس النتيجه. دونك نتمنوا تفهموا هذه المساله هذه الشباب، والى هنا نصل الى نهايه هذا الشرح بالنسبه للفقره الاولى كما قلت سبق لنا وشرحناها، وغنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف اسفل. وكما العاده اي سؤال اي ملاحظه عندكم يمكن لكم توضعوها في التعليق اسفل الفيديو، وبطبيعه الحال انا غادي نجاوب عليها. غير ذلك اشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.